متابعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد. قبل ما نشوف الفيديو نشترك في القناة ونفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو نعمل لايك وشير علشان نفيد ناس تانية. عايزين نوصل الفيديو لألف لايك. النهاردة هكلمكم عن عيد الأم. الحقيقة مناسبة عيد الأم دي مناسبة جميلة جدا، بتتجمع فيها العيلة كلها، الأم والأولاد والأحفاد. كل أم عايزة تقدم أحلى ما عندها، عايزة تظهر بأحسن صورة، عايزة تبقى شكلها جميل، شكلها نضر، لبسها شيك، تقدم برضو لأولادها والأحفادها الحاجات اللي بيحبوها، ممكن الأكلات الجميلة، الحلويات، محشي والخضروات، صواني بقى الحاجات الجميلة، المكرونة بشاميل والرقاق والكلام ده هو. عايزين نقول شوية نصايح بحيث ان احنا نقدر نسيطر على الموضوع. هناكل اللي احنا عايزينه، بس هنقول هناكل كميات قد ايه، هناكل النوع اللي احنا عايزينه، بس هنقول هنعمل ايه في اليوم ده، وهنعمل ايه بقى تاني يوم، وهنحضر نفسنا لليوم ده ازاي. هنبدأ كده من الاول. لازم قبل عيد الام بفترة الام تحافظ على وزنها، تحافظ على الاكل الصحي، على شرب المية علشان تحافظ على نضارتها ونضارة البشرة بتاعتها. النوم بالليل ونوم ساعات كافية بيعللنا هرمون النمو، وهرمون النمو ده بيزود الكتلة العضلية وبيساعد على رفع معدل الحرق. ثبت علميا ان الناس اللي مش بتنام بالليل او بتنام عدد ساعات قليل اقل من الطبيعي، دول فعلا معدل الحرق عندهم بيقل مع الوقت، وبيبقى صعب نزول الوزن بالنسبة له. كمان الرياضة، الرياضة اولا بتزود الكتلة العضلية فبتعلي معدل الحرق، الرياضة بتسبب زيادة في افراز الهرمونات بتاعت السعادة اللي هي الاندروفينز دي، الهرمونات دي بتسبب السعادة، فمبقاش في اي توتر، لان احنا عارفين طبعا ان التوتر بيطلع هرمون الكورتيزول. هرمون الكورتيزول ده طبعا زيادته ليها اضرار كتير، ان هو طبعا بيحبس مية في الجسم وبيقلل معدل الحرق وبيعلي السكر وبيعلي حاجات كتير وبيأثر على المود، وطبعا بيفتح الشهية، ممكن الانسان ياكل وهو مش عايز ياكل اصلا. يعني لو الواحد حس انه جعان المفروض ان هو يشرب الاول، لان احيانا كتير كتير جدا ان احساس العطش بيترجم لجوع. يعني انا ببقى حاسه ان انا جعانه لكن انا عطشانه، لو انا شربت ميه ممكن الاحساس ده خلاص يروح وما بقاش جعانه ولا اي حاجه، فده ممكن العطش بيدي احساس كاذب بالجوع. هنقول بقى الحاجات اللي احنا هنعملها في يوم عيد الام بالنسبه للاكل. طبعا احنا قلنا ان كل ام عايزه تقدم المأكولات الجميله اللي اولادها واحفادها بيحبوها. طيب هناكل مفيش مشكله، بس هنلتزم بحاجه مهمه جدا اللي هي ايه؟ الطبق الصغير. هجيب طبق واحط فيه اللي انا عايزاه، احط فيه اللحوم، محشي، مكرونه، احط فيه سلطه، يعني انا اخد طبق وهو ده وخلاص على كده. يعني ده هيخليني اكل اللي نفسي فيه، بس هيسيطر لي على الكميات. برضو بالنسبه للحلويات، طبق صغير احط فيه الحاجه اللي انا هاكلها وما اخدش تاني. احنا بقى في اليوم ده الصبح هيبقى الفطار بتاعنا سلطه، فاكهه، تفاحيه، حاجات زي كده، برتقان. العشاء برضو هيبقى فاكهة او حاجة زي كده. تاني يوم بقى انا طبعا هقلل الاكل وهعمل رياضة كتير، يعني هزود الرياضة اللي انا بعملها. الرياضة طبعا احنا عارفين بنمشي بنعمل التمرينات الايروبكس، تمرينات المقاومة، الريزيستنس، علشان طبعا ايه نعوض اللي حصل في اليوم بتاع عيد الام. احنا عايزين نفرح ونتبسط، ناكل وما نزعلش ان احنا اكلنا، ولو حد لخبط مش مشكلة، خلاص نقطة ومن اول السطر. وزي ما قلنا قبل كده لو انا كلت وزعلت ده هيأثر على معدل الحرق، لكن لو انا كلت وخلاص خدتها ببساطة، معلش انا لخبطت النهاردة، ايه يعني ايه المشكلة، انا بكرة هعوض كل اللي حصل ده، الاسبوع الجاي كله انا هقلل الاكل مفيش مشكلة، فانا ما زعلش. عايزين نفرح ونتبسط ويعني نستمتع بلقاء العيلة، ونخلي بالنا يا جماعة عشان الكورونا، هنتجمع بس يبقى في تباعد، يبقى في برضو الاجراءات الاحترازيه، الماسكات، الكحول باستمرار، الميه والصابون وغسيل الايدين، وربنا يعديها على خير ان شاء الله. مش عايزين ان احنا يعني يكون عيد الام سبب في ان ناذي امهاتنا او ناذي الناس الكبار او ناذي قرايبنا، نخلي بالنا. ولو حد حاسس باي مشكله عنده سخونيه او اي حاجه، يعني المفروض ان هو يلزم بيته بصراحة ما ينزلش، يحاول ان هو يعزل نفسه عن الناس. وكل سنة وحضراتكم طيبين،
يا رب تكونوا استفدتوا، ولو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واعملوا لايك وشير، عايزين نوصل للفيديو الألف لايك. وفي النهاية بشكركم واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.